اهلا 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 بيكم. عارفين زي فيلم الناصر صلاح الدين كده، وهل هنأتم اخاكم عيسى بعيد الميلاد؟ يعني انتوا كلمتوا اصدقائكم وهنتوهم، بعتوا لهم طيب على واتساب؟ وانا احب دايما ان انا ارشح، والنبي لما تيجي تهني حد بلاش التهنئات اللي بالجملة دي، اللي هو ايه، كل سنة وانت طيب وعيد جديد وعيد سعيد وعيد رائع وعيد جميل. التهنئة جزء رئيسي فيها انك بتهني الشخص يعني، فتقدر تبعت وتبذل مجهود اكبر حبه. انا احب كده بصراحه، واتحدى ان في حد وصلته مني تهنئه ما هياش باسمه، يعني انا اهني الشخص باسمه، كل سنه وانت طيب يا فلان وعيد سعيد ليه؟ عشان تحسسني ان انت بتهنيني، مش ان انا حاجه كده في السكه يعني. ارجوكم ربنا يخليكم يا رب، طالما الناس دي اصحابك ومعارفك وجيران واحباء وما الى ذلك، هنيه بشكل مباشر، ابذل هذا الجهد، حسسه ان انت باعت له هو، مش ان هو جزء من كل يعني، ما يصحش. اظن ذلك. زي ما انتم شايفين طبعا، احنا دلوقتي بننقل لكم جانب من قداس عيد القيامه المجيد، كل سنه وكل اهالينا في كل حته في الدنيا بصحه وبخير وبعافيه بحلول عيد القيامة، عيد قيامة السيد المسيح عليه السلام. إطعنا بخريستوس خن بفجي اللهم ابعد عننا التشدد والتطرف والتكفير، وابعد عننا يا رب عقول الخرفان. قادر يا كريم. شم النسيم أو أعياد الربيع. شم النسيم ده هو واحد من أقدم احتفالات اللي عرفها التاريخ، احتفال أنا آسف ابتدعته اخترعته الإنسانية، وتحديدا الحضارة المصرية القديمة هم يمكن أول ناس احتفلوا بهذا العيد أكتر من 5-6 آلاف سنة تقريبا. الاسم طبعا بيرجع للكلمة اللي انتوا عارفينها، كلمة مصرية قديمة اسمها شمو، هي كلمة بيقال إنها من الكلمات الهيروغليفية معناها عيد الخلق، بعث الحياة. قدماء المصريين، أنا الناس ما بتحبش أقول فراعنة بالمناسبة، بحكي لكم الحكاية دي ليه. قدماء المصريين كانوا بيعتقدوا أن اليوم ده هو يوم رمزي جدا لبداية الخلق، بداية الكون وبعث الحياة. الاسم ده زي ما كنا بنقول أن هو شمو، ده اتعرض، مش هقولك للتحريف، ولكن اتعرض للتغيير في شكل النطق مع الزمن ومع الوقت ومع تنوع الحضارات واختلافها وتمازجها مع بعضها البعض، وأضيفت ليه كلمة النسيم طبعا علشان ارتباطه بمسألة اعتدال الجو ودخول فصل الربيع وما إلى ذلك. حلو كده؟ طيب، الاحتفال ده ارتبط دايما بخروج الناس للحدائق والمنتزهات، يستمتعوا بجمال الطبيعة، بالخضرة وما إلى ذلك، ده بيبقى شيء جميل جدا. المصريين القدماء فعلا حقيقي أبدع وأعظم وأهم حضارة اتوجدت في هذه الإنسانية. احنا معانا على التليفون الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ يوسف، واهلا بكل الساده المشاهدين واتساع مساء. اهلا بحضرتك. صحيح انه احنا كمصريين اول ناس احتفلنا بشم النسيم كعيد بدايه العالم او عيد بدايه الخلق؟ هو الموضوع دوت صحيح جدا، لان الحضاره المصريه القديمه كان فيها عدد كبير جدا من الاعياد. انا عاوز اقول لحضرتك
ان السنه المصر القديم هو اللي ابتدع التقويم وكان 365 يوم، كان كل يوم تقريبا في عيد، سواء كان عيد لاحد المعبودات، عيد خاص بالطبيعه، عيد خاص بالملك الحاكم وغيرها من الاعياد. يعني اعياد كثيره جدا في مصر القديمه، كان من ضمنها احتفال مصر القديم بموسم نضج المحاصيل والحصاد، وده كان عيد مهم جدا عند مصر القديم، لان زي ما حضرتك ذكرت من شويه صغيره كده ان السنه كانت مقسمه الى فصل الفيضان اللي هو الاخط، وفصل الانبات اللي هو البرد، وفصل الحصاد اللي هو الشمو. فهو كان في هذا الفصل تقريبا كان بيتم نضج المحاصيل والزراعات، وده كان خير وفير بيخش للمصر القديم، زي دلوقتي احتفالنا واحتفال الدوله والسيد الرئيس بحصاد القمح، وده محصول استراتيجي مهم جدا. أيوة. بالنسبه لنا، وهو اساس الخبز، العيش اللي احنا الشعب الوحيد اللي بيطلق عليه عيش، يعني هو الحياه. وبالتالي كان مصر القديم بيحتفل بهذا النضج للمحاصيل، عشان كده كان بيسمى باللغه المصريه القديمه شوم ان سيم. شوم يعني نضج او جفاف، وسيم اللي هو المحصول الاخضر، الزراعات الخضراء، يعني نضج المحاصيل الخضراء شوم ان سيم، اللي هي جت منها كلمه شم النسيم، وهي مالهاش علاقه بكلمه شمو، يعني شمو ده فصل من فصول السنه الثلاثه اللي هو فصل الحصاد او التحريق، لما هو فصل الصيف يعني. حلو. لكن هو جه من مسمى مصر القديم شوم ان سيم، يعني نضج المحاصيل، اللي كان من ضمنها طبعا واهم حاجه فيها كان القمح. وكان المصري في اليوم دوت بيرتدي طبعا ازياء زاهيه اللي هو الكتان الابيض، ده كان رمز مصر القديمه، وبيخرجوا بقى لشريان الحياه قديما وحديثا، يخرجوا الى ضفاف نهر النيل، ويخرجوا الى الطبيعه والى الحقول والى المتنزهات، احتفالا بهذا الخير القادم ليهم وهو الحصاد. وخاصه ان كمان في الفتره دي كان بيكون عيد المعبوده رين النوتن، وهي ربه الحصاد في مصر القديمه، وليها معبد موجود في الفيوم اللي هو الخاص انه بيرجع للعصر الدوله الوسطى واكملوه في العصر البطلان. يعني حتى كلمه النسيم ملهاش علاقه بالكلمه اللي احنا العربيه، كلمه النسيم بالزبط. بريز يعني بالظبط، اتفق معاك تماما، ملهاش علاقه. ويعني الناس تقول ان هو جت من كلمه شمو واحنا ضفنا ليها النسيم، لا، هو المصري احنا عندنا كلمه لهذا الاحتفال اللي هو عيد الطبيعه دوت، وعيد تجدد الحياه، وعيد بعث الحياه، وتفتح الزهور، ونضج المحاصيل، اللي هي شوم، وده فعل معناه نضج او جفاف، يعني استوى خلاص، ان سيم المحاصيل الخضراء، شوم ان سيم هي شم النسيم دلوقتي اللي احنا بنحتفل بيه، واللي هو عيد مهم جدا وعيد شعبي وبيشارك فيه كل المصريين، وما هوش خاص بضيفها بعينها، لكن كلنا كمصريين بنحتفل بيها، وبناكل نفس المأكولات اللي المصري القديم اجدادنا كانوا بياكلوها وبيتناولوها في هذا اليوم، اللي هو كان يوم فرحه وبهجه وحياه جديده وخير وفير داخل ليه ومحاصيل داخله بيعيش عليها طوال السنه. طب ده كويس. طب دكتور، بما ان احنا بنتكلم شويه على مساله الكلمات واللغه والمترادفات واصول الكلام، انا مره قريت انه اللغه العربيه نفسها الفصحى فيها ما يزيد عن 20,000 مفرده أصولهم من المصرية القديمة، هل صحيح الكلام ده؟ ده صحيح 100%. حاجة غير دوت إن اللغة العربية بالذات كمان اللغة الدارجة بتاعتنا اللي هي العامية، يعني مش الفصحى كمان، اللغة العامية بتاعتنا دي ما يزيد عن 20,000 مفردة أو كلمة أصلها مصر القديم، واضح جدا في أسامي الأشخاص وأسامي الأفراد ومسميات الخاصة بيهم، وفي أسامي الأماكن الجغرافية، يعني محافظات وقرى حتى الآن هي ده اسم مصر القديم، غير بقى اسامي الاكلات، بعض الاكلات اللي هي نتناولها دلوقتي اصلها مصر القديم، موجود حتى الان بنفس المسمى، غير بعض التعبيرات اللي هي زي كاني ماني حتتك بتتك. أيوه. كحكح، واسامي بقى بيومي دي جايه من بايام اللي هو المنتمي للنهر او النهري. تمام. وغيرها بقى وست ابوها وست اخواتها وست الكل وست الكون، وكل ده مسمى مصر القديم، مصطلح او كلمات جايه من اللغه المصريه القديمه، بتاكد ان احنا الهويه المصريه عايشه فينا وقويه جدا وواضحه جدا، واحنا لا نزال نحتفظ بجيناتنا المصريه القديمه اللي بتميزنا عن كل الشعوب، ان احنا مصريين، مصريين من اصول مصريين، بهويه مصريه، بكيان، بشكل، بسلوكيات، بحضاره، باثار، بتراث مصري صرف. يعني احنا كل الدول اللي جات لنا او كل الجامعات اللي دخلت مصر انصهرت في بوتقة مصر. صحيح صحيح. واحنا لم ننصهر في بوتقة اي جماعه او اي دوله، احنا جالنا الغزاه علمناهم اللغه بتاعتنا ودخلوا اللغه العربيه، بعكس بعض الشعوب الاخرى اصبحوا دلوقتي بيتكلموا اللغه الاجنبيه بسبب المحتلين، لكن احنا كمصريين
حضاره قويه جدا، يعني تتقبل كل الاتجاهات وكل الشعوب، وبينصهروا في بوتقة حضارة مصر القديمة، وبتدلنا الشخصية العبقرية دي، وزي ما قال الراحل العظيم جمال حمدان، عبقرية في المكان وعبقرية الزمان وعبقرية الإنسان المصري نفسه. صحيح. طب أخيرا، بما أن احنا بنتكلم على العادات الاحتفالية بهذا العيد تحديدا، إيه هو الارتباط ما بين العيد ده وما بين الفسيخ والأسماك المملحة، البصل الأخضر، الحمص الأخضر بين قوسين ملانة، البيض، إيه الارتباط؟ هو طبعا المصريين القدماء في اليوم دوت، لو احتفال بعيد الطبيعه دوت وتجدد الحياه وبعث الحياه، كان عندهم اكلات مرتبطه باليوم دوت، زي ما حضرتك ذكرت كده، اهمها طبعا اول حاجه الملانه دي، ان هو عباره عن حمص، الحمص الشام الاخضر. أيوه. لما بيمتلئ الحبه بتاعته تبقى شكلها راسها بالظبط عامله زي راس الصقر حورت، حتى ان هي في النصوص المصريه القديمه اسمها حر ان بيك، يعني راس الصقر. وحضرتك لو جبت اي حمصيه بصيت فيها هتلاقي لها منقار ولها عينين، هم أيوه. بالظبط وش الصقر. فكان امتلاءها دوت دلاله على نضج المحاصيل، فكان بيتناولها خضراء قبل ما تجف، اللي هي الملانه. غير كده كمان النهر النيل دوت كان انواع مختلفه جدا من الاسماك موجوده في النهر دوت، قصادها مصر مع جفاف النهر لما بيحصل فتره تحريق، اللي هو برضه بيكون مع فصل الحصاد والعيد دوت في نفس التوقيت، كان بيجمع الاسماك دي الموجوده ويتم يعمل لها تمليح، وده موجود على النقوش الموجوده في المقابر المصريه القديمه، بيملحها ويحفظها ويتناولها طوال السنه. هنا بقى مع بدايه دخول فصل الصيف، والانسان بيفقد كميات كبيره من العرق وبيعوضها بتناول الاكلات دي. صحيح. كمان البيض دوت كان بيرمز عند مصر القديم، مصر القديم للحياه وبعث الحياه، وكانت واحد من الرموز المهمه جدا في الحضاره المصريه القديمه للتجدد والاحياء والبعث مره ثانيه، لان هو سبحان الله بيطلع حي من جماد. تمام. فهو ده فكره البعث والاحياء عند مصر القديمه، فكان بيحتفل بيه وكان بيتناوله كل يوم دوت. غير بقى ان البصل حضرتك كان بيطرد الارواح الشريره، ده اول حاجه من المكان، وده كان المصري القديم بيصنع منه بعض العلاجات الطبيه، بيخش بكتيره لانه فيه زيوت طياره وفيه رائحه نفاذه بتطرد كل شيء سيء، منها بتنظم بدق الدم، بتنظم الضغط، بتنظم الدوره الدمويه، كل دوت في هذه في البصل. وكان بيسميه باللغه المصريه القديمه حيجو الابيض، هو فعلا راس بتاعت البصل دوت باللغه الابيض، هي الجزء الابيض يعني. كمان كان بياكل الخس، والخس بتاعهم زي بتاعنا دلوقتي، يعني هو شبيه بالحاجه اسمها السريس، حضرتك في الارياف دلوقتي موجود السريس، هو ده الخس. أيوه. بتاع مصر القديم كان مر شويه لكن كان صحي جدا، وكان بيتناوله، واساس يعني الرجيم او الدايت بتاع مصر القديم كان اللي هي الخضروات يا استاذ يوسف، يعني الحاجات الخضراء دي كانت هي اساس صحه وقوه ورشاقه المصر القديم في تناول الوجبات الصحيه اللي ما فيش فيها اي حاجه صناعيه او نظام غذائي قائم على الخضروات بالاساس. ده حقيقه يا فندم، ده حقيقه، ده حقيقه. دكتور انا سعيد جدا بالمكالمه دي وبالمعلومات اللي افدتنا بيها، انا بشكرك جدا 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 دكتور احمد بدران، استاذ الاثار بجامعه القاهره. تعقيبا كمان على كلام دكتور بدران على مساله ازاي الحضارات كانت بتيجي مصر هنا وتدوب جواها ونخرج بمنتوج ثقافي جديد، لازم تقرا دكتور ميلاد حنا الله يرحمه، الاعمده السبعه للشخصيه المصريه. الكتاب ده مهم جدا جدا جدا، علشان هو بيفتح مداركك على سبع مداخل لتركيبة المصريين، ازاي بقوا كده، ازاي وصلوا لده. فهو عنده التعاقب الحضاري بدءا بقى من الحضاره المصريه القديمه، دخول الحضاره الهيلينيه والاغريق، بعد كده دخول حضاره الطلاينه روما تحديدا، دخول الحضاره الاسلاميه بثقافتها وبتركيبتها وتنوعها وما الى ذلك، وبيصنفها لسبع اعمده لو صح التعبير، الى ان تبداوا تعملوا جوجل على كتاب الدكتور ميلاد حنا الله يرحمه. ربك ليا حظ ان انا قابلته عشرات المرات، وكنت اقعد اسمعه، ما اقدرش اقول لك كنا بنتناقش قوي، كنت اسمع اكتر ما بتكلم، وانا اعتقد ان دي من ضمن الصفات الجيده انك تسمع كتير تتكلم قليل. على كل انا هسيبكم نعود مره تانيه الى جانب من القداس الالهي الذي يرفع لاجل عيد القيامه المجيد، ونرجع نكمل الكلام. الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله، لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم، سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة. الأمر الذي فيه يستغربون إنكم لستم تركضون معهم
إلى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين، الذين سوف يعطون حساباً للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فأنه لأجل هذا بشر الموت أيضاً لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحيوا حسب الله بالروح، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد. كل سنة واحنا طيبين مرة تانية، بس يمكن بما ان انا كنت بتكلم على الدكتور ميلاد حنا، يمكن في اجيال ما تعرفش مين الدكتور ميلاد حنا. الدكتور ميلاد حنا الله يرحمه كان استاذ للهندسة المدنية في جامعة القاهرة، لكن كان راجل مفكر كبير جدا ومثقف موسوعي جدا، وبالمناسبة ما كانش بيحب كلمة المثقف او الكاتب او المفكر المسيحي او الابطي، ما بيحبش الجملة دي. وبرضو احب اقول لكم انه دكتور ميلاد حنا والدكتور ميشيل بخوم رحمة الله على الجميع، دول الناس اللي خططوا وهندسوا ورسموا ما نعرفه الان بحي المهندسين، كان زمان اسمه مدينة المهندسين، فليهم الفضل في ذلك. يعني رجعك على الدكتور ميلاد حنا، الدكتور ميلاد حنا كان من الناس اللي مهمومة جدا وبتفكر بعمق شديد وباهتمام حقيقي وأصيل في المعضلات المصرية اللي بدأت تظهر للأسف في فترة السبعينيات، ويمكن كان في حدث للأسف كان سيء وقتها اللي هو أحداث الزاوية الحمراء. وبعدها كتب الدكتور ميلاد الأعمدة السابعة وكتب قبول الآخر. قبول الآخر ده كتاب مهم قوي، اللي هو كان اسمه فكر واقتناع وممارسة لو أنا متذكر مظبوط، ده العنوان الفرعي، بس هو قبول الآخر أو قبول الآخر. أنا من الناس طبعاً اللي بتختلف مع كلمة الآخر، يمكن دي كانت من المناقشات اللي أنا كنت اتكلمت فيها مرة مع دكتور ميلاد الله يرحمه على مسألة وليه نعتبر إن هناك آخر؟ ليه مش الكل واحد؟ ليه كل واحد فينا يعتبر إنه التاني هو الآخر؟ أنا الآخر بتاع المسيحي والمسيحي يعتبرني أنا آخر وما إلى ذلك. طيب أنا بقول الكلام ده ليه؟ أنا بقول الكلام ده لأن أنا يمكن عندي شكل من أشكال اليقين أنه تدريس ولو مقاطع منتقى بعناية ومختارة بمنتهى الاهتمام من الكتابين دول للطلبة والطالبات بتوع المراحل الثانوي والإعدادي بالمناسبة، يعني تحديدا الأعمدة السبعة ده تقدر تدرسه للولاد في إعدادي وفي ثانوي بمنتهى السهولة واليسر، كتاب سهل جدا وبسيط جدا ما فيهوش أي تعقيد، لغة شديدة السلاسة، مفيد للناس اللي يمكن ما عندهاش خلفيات تاريخية شديدة ولا قوية. فمهم أنك أنت حقيقي، يعني أنا أشجع جدا وزارة التربية والتعليم، بل أدعوهم بل أناشدهم بل أرجوهم وأأمل أن هذه المناشدة يعني تلقى حيز من التنفيذ. الأعمدة السبعة للشخصية المصرية الدكتور ميلاد حنا
تتاخد منه بعض المقاطع وتدرس للطلبة أو التلامذة والتلميذات في المراحل الإعدادية والثانوية. قبول الآخر ده درسوه للولاد في تانية وتالتة ثانوي، ولو جزء منه ولو قطعة ولو أي حاجة، يعني اختار الأساتذة الكبار اللي مسؤولين عن كتابة وصياغة المناهج، هيبقى مهمة جدا. بص على المنفعة في ده، أنا عايز أروح لك كمان على ماتش الأهلي، بس أقولك بص على المنفعة لما تعود الولاد إن هم يقروا ويفهموا ويتذوقوا ويتقبلوا ويتناقشوا في أفكار كاتب زي الدكتور ميلاد حنا. اللي أنا هنا مضطر أقول لك ما بين قوسين المسيحي، ليه؟ عشان يتعود على كده، عشان يفهم ده، ده جزء من اللي نقدر نسميه إعادة البناء الفكري. قبول الآخر ده هيبقى مهم في ثانوي. الأعمدة السبعة إعدادي وثانوي، أرجوكم في الوزارة، أرجوكم فكروا في القصة كويس. قبل ماتش الأهلي خلوني زي ما كنت بقول لكم، واحد من نجومنا المذهلين اللي عندهم موهبة مرعبة، وهو رجل يعني يخجل دائما من أي كلمات أو جمل فيها يشعر أن فيها مجاملة ولكن هي الحقيقة، طارق لطفي المتألق دائما القادر على تكوين شخصيات ولو من العدم، فما بالك لما تبقى الشخصية مكتوبة حلو. وانا كنت بقول لكم شخصيه طارق لطفي في المسلسل جزيره غمام، انا اظنه يعني الشيطان يقول له يا بابا، وده انعكس يعكس موهبه مخيفه مخيفه. الفنان النجم الكبير الرائع استاذ طارق لطفي، اهلا بيك، كل سنه وانت طيب. اهلا اهلا، وحضرتك طيب وبخير زي حضرتك، وميرسي جدا جدا على يعني المقدمة دي، ربنا يعني كتر خيرك والله. صدقني تستاهل انها يجي ألف مرة يعني، بس خليني هسألك على هو فعلا فلسفة الشخصية هو ده الشيطان؟ ممكن تفسره بأي شكل، هو الشر المطلق. فأنت ممكن تفسره تقول شيطان، تقول يعني صهيونية ماسونية، يعني في ناس فسرته بحاجات كثيرة جدا، بس هو الشر، هو رمز للشر. أي شر. ليه بحس انه عندك تألق مرعب لما بتجسد شخصية فيها هذا الكم من التفاعلات اللي بتؤدي الى ان احنا ناخد عنها انطباع الشر؟ لان للأسف معظم كتابنا بيكتبوا الشخصيات الطيبة احادية الجان. فانت تلاقيه طيب طول الوقت، مش بني ادم، وانت البني ادمين فيهم كل الجوانب، يغلب الشر فيبقى شرير، يغلب الخير فيبقى خير، ولكن بيبدعوا جدا في الشخصيات الشريره. مين مسموح لي انا كممثل ان انا احط من عندي كتير قوي في الشخصيه دي، ومقبول جدا مني كممثل، والمتفرج كمان بيمضي لي انه قابل مني حاجات كتير قوي على تقبل اللي انا ممكن اعمله في الشخصيه دي وضيفه. فبيبقى هنا المساحه اكبر شويه انك تبقى تجرب وما تخافش ويتقبل منك حاجات، وتتحدى نفسك كمان في كل دور مختلف عن دور تاني يعني، وتتحدى نفسك انك تخرج عن كل الريفرنس اللي انت وانا وحضرتك والمشاهدين شفناها قبل كده. فالدور ده مساحه الادوار او مساحه التمثيل في الادوار اللي بالشكل ده مساحه واسعه قوي ممتعه قوي للممثل يعني، وتحدي كل مره. صحيح. ايه اللي شدك في الشخصية دي اول ما تعرضت عليك؟ انا تعرضت عليا المسلسل ده بطريقة غريبة جدا استاذ يوسف. انا كنت بعمل مسلسل تاني خالص في نفس الشركة، والاستاذ عبد الرحيم كان بيعمل مسلسل تاني في نفس الشركة، واتقابلنا بالصدفة هناك، لقيته بيقول انا مش هعمل المسلسل اللي انا بعمله ده، انا عندي حدوتة. فسمعت الحدوتة فقلت لهم وانا كمان مش هعمل المسلسل، انا هعمل الحدوتة دي جزيرة غمام، وهعمل شخصية خلدون دي عجباني. عبد الرحيم حكاه شاطر جدا أوي جدا أوي. فحكاها بـ 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 بمعلمة كده، وقال على طول شوية الحاجات اللي هو قاصد يوصلها من خلال المسلسل ده، فلقيتها كم رسائل ممتعة وهادفة جدا، ومناطق كده شائكة هتتحكي ببساطة، فنوصل كده لحاجات اغلبنا كان بيتمناها، واغلبنا بيطالب بيها، واغلبنا يعني عمل اكثر من عمل علشان نقدر نقول جزء من الرسائل.
فلقيتها مجمعه كده في عمل واحد، فوافقت من غير ما اقرا ولا كلمه، بس من حدوته عبد الرحيم. حلو قوي. طيب صحح المذيع ان اردت، ارجوك تصححه او تقول له صح او غلط او تفسر انت بطريقتك. طارق لطفي نجم لم يستعجل النجوميه على الاطلاق، ولكن اصبح والحمد لله ما شاء الله خمسة وخميسة في عينينا جميعا، قادر على صناعة النجومية في أي دور بيقوم بيه. ربنا يخلي حضرتك، دي شهادة عظيمة جدا يعني. خالص. أشكرك وما أقدرش أعلق عليها أكتر يعني، غير إن أنا يعني والله مستحسنها جدا إن حضرتك بتقول الكلام ده، ويا رب أبقى قد هذه الشهادة. أنا فعلا ما استعجلش النجومية، وأنا فعلا أحد أسباب يعني ان انا ابقى سرفايف في الحياه دي هو الصبر. يعني ان انا انجو من الحياه دي هو الصبر. ما عنديش مشكله خالص في الوقت خالص، صبور جدا، وشايفه مفتاح مهم قوي. الاستعجال انا شايفه يعني اداه ضد اي حد. ففعلا انا صبور جدا وبستنى، وممكن اقعد في البيت سنه وممكن اثنين وممكن ثلاثه لغايه لما يجي لي حاجه ابقى انا حابب وانا رايح كل يوم اعملها. الناس ما تعرفش ان الشغلانه بتاعتنا دي شغلانه قاسيه جدا جدا، وان مثلا اخر ثلاث اسابيع احنا كنا بنشتغل فيهم كان معدل نوم اي حد فينا من ثلاث لاربع ساعات فقط والباقي شغل. فاذا ما كنتش نازل وانت حابب قوي، اذا ما كنتش مستحمل كل اللي بيحصل فيك ده وانت حابب قوي، مش هتقدر تستحمل الشغلانه دي خالص على الاطلاق يعني. فانا بقيت عايز انزل اعمل حاجه انا بحبها وخلاص، مش عايز انزل اشتغل يعني عشان انزل اشتغل، لا لازم ابقى حابب جدا. فالحمد لله ان انا كان اختياري صح. اخرني كتير جدا، وقناعتي دي اخرتني كتير، بس الحمد لله يعني اما تيجي شهاده من حضرتك بالشكل ده ابقى انا خلاص يعني تمام، انا صح يعني. وعلى التراك المظبوط يعني. انا فين انا يعني خالص، انا اصغر بكتير من ان انا اقول شهاده في حق طارق لطفي كنجم عبقري يعني. انا اصغر من كده ربنا يعني حقيقي يعني. بس انت احد اعلامنا المهمين. ربنا يحفظك، ربنا يخليك، ربنا يخليك والله يوحد ربنا، ربنا يخليك. ما تقولش كده، ربنا يخليك. انا عارف انك وقتك دائما ما بيكون مشغول وبيتوزع ما بين الاقامه في مصر وخارج مصر، بس انا فعلا يهمني ويشرفني قوي ان احنا نتقابل لما وقتك يسمح. ده انا اتشرف، وانا بس لولا ان ولادي بيتعلموا بره. انا عارف، وبقالي اربع شهور ما شفتهمش، فده اللي خلاني اجري فورا اروح لهم. لكن يعني انا نازل قريب خالص على وعد. حلو. من حضرتك يعني، مش وعد مني، وعد من حضرتك ان احنا نلتقي. ده انا اتشرف، واكيد هيبقى حاجه ممتعه جدا 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 ان انا يعني اتحاور مع حضرتك. يا بختي، واحده من امنياتي. انا عايز اشكرك واهنيك واشكرك جدا، مش بس على المكالمه، اشكرك جدا على دور عظيم ورائع كما جرت العاده. جزيره غمام بالمناسبه مسلسل فرض نفسه، يعني بطبيعه الحال الناس بتيجي في اول رمضان هتذهب الى، خلاص احنا بقينا عارفين ان احنا اصبح في عندنا علامه رمضانيه هي ملحميه اسمها الاختيار، فاحنا بقينا بننتظر الاختيار وبعدين اكيد احنا بقى مستنيين مثلا حاجه كده تبقى لطيفه وظريفه وتضحكنا ومش عارف ايه وكلام من ده. جه بعد كده لقينا ان فاتن امل حربي باعتباره قضيه مجتمعيه شديده الاهميه فرض نفسه من الحلقه الاولى الثانيه. جزيره غمام بقى عامل زي الطبخه اللي بتستوي على نار هاديه حقيقي. وعبد الرحيم كمال كما جرت العاده ختم الجوده، وبعدين تشوف ابطال المسلسل كلهم اختام جوده، فيبداوا يفرضوا نفسهم على لستة المشاهده بشكل مذهل مذهل، ويبدا يفرض المسلسل نفسه على اقلام النقاد، سواء اذا كانوا النقاد المحترفين من كتابنا الكبار او النقاد اللي هم المشاهدين لما بيكتبوا على صفحات التواصل الاجتماعي. جزيره غمام طلع حته مسلسل من الاخر. امنيه من امنياتي ان انا اقابل نجم طارق لطفي، اتمنى انه هذه الامنيه تتحقق. ربنا يدينا ويديلكم طول العمر. استاذنكم نروح فاصل ونرجع نكمل الكلام. Oh,
والنور. شيء غريب جدا كل ابتهال وتضرع وصلاة لربنا مهما كنت انت مش فاهم الجمل والكلمات بتقال بالقبطية على سبيل المثال في حالتنا النهاردة، بس هي لازم تمس قلبك لأنها طالعة لربنا سبحان الله العظيم. طيب خليني بقى أروح لكم على ماتش الأهلي، الماتش الصعب، الماتش القاسي. نادي الأهلي اتأهل لنص نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا خير وبركة، لكن بعد تعادل إيجابي مع الرجاء المغربي، كل واحد فيهم جاب جول 1-1. طيب المباراة اتلعبت على ملعب محمد الخامس في المغرب، وده طبعا بعد ما سبق وفاز الأهلي على الرجاء بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب اللي أقيمت في استاد السلام الأسبوع اللي فات. مقرر أنه بإذن الله الأهلي هيلعب مع وفاق سطيف الجزائري في نص النهائي أول مايو المقبل. السؤال بقى وماذا بعد؟ معنا على التليفون ناقدنا الرياضي اللامع الأستاذ محمد عراقي، أهلا بيك. اهلا بك يا يوسف، واهلا بكل متابعينك ومشاهدينك ومتالق كالعاده. انت اللي متالق وستين متالق، قول لي يا محمد باشا ايه سر صعوبه هذا الماتش؟ الماتش كان شديد. هو لو هنرجع بس لصعوبه الماتش يا يوسف هنرجع لمباراه الذهاب، يعني مباراه الذهاب اللي كانت اقيمت طبعا في القاهره هنا على استاد السلام. المباراه اتسهلت بشكل كبير بعد ما الاهلي قدر ان هو يحرز هدف واحرز كمان الهدف الثاني. كان خلاص قريب جدا جدا ان هو يحرز نتيجه قياسيه 4 أهداف أو 5 أهداف، وبالتالي خلاص خلص المباراه اكلينيكيا، ولكن اهدار فرص غريب يعني ما حصلش تقريبا. انا بقالي يعني سنوات كتير بتابع كوره ما شفتش في مباراه واحده عدد اهدار الفرص الرهيب ده من جانب لعيبه النادي الاهلي. ورغم كده الشوط الثاني برده الدنيا اتسهلت اكتر واكتر، الاهلي جاله ضربه جزاء ثانيه تفضل ليها عمرو السوليه بعد ما احرز هو برده هدف من ضربه جزاء في الاول، ولكن المره دي ضيع ضربه الجزاء واللعيب كمان الرجاء اتطرد، بس للاسف ضربه الجزاء ضاعت ورجع تاني الرجاء وقدر ان هو يحرز هدف، فبالتالي 2-1 في علم الكوره في مباراه الذهاب. نتيجه طبعا مش كويسه، مش افضل نتيجه. طبعا هو يفوز ولكن مش افضل نتيجه، لان المنافس لو قدر يفوز عليك 1-0 بس على ارضه بيتاهل، فبالتالي هو ده اللي وضع الاهلي في موقف صعب. فانا من وجهه نظري الاهلي هو اللي وضع نفسه في الموقف الصعب ده، لان مباراه الذهاب كانت سهله وسهله جدا جدا، كان الاهلي يقدر يحقق رقم قياسي من الاهداف، فبالتالي كان هيسهل المباراه وكان هيخلي مباراه الاياب مباراه تحصيل حاصل، ولكن شاءت الظروف ان مباراه الاياب ما تبقاش تحصيل حاصل. حصل طبعا اكتر من يعني الجمهور المغربي اتكلم في قصه الظلم التحكيمي وضربه الجزاء الاولى اللي احتسبت للاهلي في مباراه الذهاب ما كانش ليها اساس من الصحه. حصل عمليه شحن كبير جدا جدا للجماهير المغربيه، ابتدى بقى الجمهور برده في المباراه زي ما شفنا طبعا امبارح دخول باعداد كبيره جدا عن الاعداد المسموحه، في الاستاد كان فيه اكثر من 60-70 ألف متفرج. طبعا كان في ضغط كبير، ليزر، حتى الاداء التحكيمي طبعا ما كانش في افضل احواله، ولكن دايما الاهلي وكعاده اللعيبه المصريين بيظهروا في الوقت الشدائد زي ما بيقولوا، الوقت الشديد او الوقت الصعب. فعلا لعيبه الاهلي ظهروا بشكل كويس جدا رغم تقدم الرجاء بهدف يمكن تقريبا في اول 3-4 دقائق، ولكن الاهلي قدر ان هو يرجع على طول، ورغم برضه ان الفريق جات له ضربه جزاء ثانيه واهدارها علي معلول، ولكن رجع قدر الاهلي يحرز هدف طبعا عن طريق محمد عبد المنعم قبل انتهاء الشوط الاول تقريبا ب3 دقائق، ده يمكن الهدف اللي قتل المباراه بشكل كبير. حاول الرجاء طول الشوط الثاني ان هو يحرز الهدف، ولكن طبعا خلينا نتكلم طبعا عن تالق محمد الشناوي اللي كان واحد من اهم نجوم المباراه وكان له دور كبير جدا 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 في ايقاع النتيجه عند ال1-1، وبالتالي النتيجه دي صعدت الاهلي للمباراه ومواجهه وفاق سطيف في الدور نصف النهائي. وانا عايز اقول لك كمان يا يوسف يمكن البطوله اتسهلت بشكل كبير، الترجي التونسي وفاق سطيف قدر ان هو يخرجه من البطوله، كمان النهارده صن داونز خرج من البطوله قدام بترو اتلتيكو مفاجاه البطوله السنه دي، فبالتالي يعني انا شايف ان مشوار الاهلي ابتدى يتسهل بشكل كبير مواجهه وفاق سطيف، والناحيه الثانيه كمان بترو اتلتيكو، يعني ممكن الاهلي يلاقي نفسه في مواجهه بترو اتلتيكو في نهائي البطوله، فبالتالي الاهلي يعني الظروف كلها مهيئه قدامه ان هو يحقق البطوله للمره الثالثه على التوالي. ده كلام كويس جدا، اذا ليه تم توجيه سهام من النقد الشديد واللاذع لموسيماني؟ بص يا يوسف موسيماني بيتهاجم وهو بياخد البطوله، يعني موسيماني وهو بيكسب الزمالك وبيكسب بيراميدز وبيكسب افريقيا مره واثنين وبيروح ياخد مرونزيه كاس العالم مرتين وبياخد السوبر الافريقي مرتين وكاس مصر وبيكمل الدوري وبياخده، ورغم كده موسيماني بيتهاجم. احنا لسه مش متقبلين فكره مدرب افريقي في الاهلي، لسه برضه شايفين ان هي تقيله شويه. في ناس كتير بتقول ان اداء الاهلي مش افضل حاجه،
ولكن العبره بالنتائج. يعني انا من الناس او من مدرسه دايما في الكوره العبره بالنتائج، خصوصا كمان على مستوى الفرق الكبيره زي النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيبحث عن بطوله، النادي الاهلي طول الوقت بيبحث عن الفوز ولا غيره، فبالتالي الفوز بقى يجي باي طريقه، مش يعني مش هنقعد نفكر هنقول الفوز هيجي باني شكل، الفوز هيجي باني شكل، لازم يجي باي طريقه. وهو موسيماني راجل محترف وراجل عارف هو بيعمل ايه، وده ظهر ان هو خد البطوله مره واثنين. طبعا في طبعا انتقاد لموسيماني، ده طبعا ظهر جدا وظهر بشكل كبير، لان جمهور الاهلي دايما بيبقى عايز الفوز وبيبقى عايز الاداء، ولكن ده صعب في علم الكوره صعب. في برضه انتقادات ليه في اختياره لبعض اللعيبه زي مثلا بيرسي تهاو، اللي بيقولوا مثلا ليه بيلعب زي طاهر محمد طاهر، ولكن الراجل بيبقى ليه ساعات رؤيه فنيه ان واحد زي طاهر محمد طاهر بيقدر يدافع، بيقدر يعمل ادوار دفاعيه اكتر مثلا من احمد عبد القادر اللي جمهور الاهلي طول الوقت بينادي ان هو يلعب اساسي. بيرسي تاو الراجل بيشوف لعيب سريع ولعيب بيقدر يخلق فرص حتى لو مش بيحرز اهداف، ولكن ليه دور تكتيكي داخل الملعب. ايا كان اللعيبه اللي بيستخدمها، الراجل بدل بيحقق الهدف بتاعه وبدل بيحرز وبدل بيحقق انتصارات وبيحقق بطولات، فبالتالي لازم انا من وجهه نظري ان جمهور الاهلي لازم يكون في ظهره ولازم يكون وراه، لان هو بيعمل ارقام ونتائج استثنائيه اعتقد ان هي ما حصلتش قبل كده في تاريخ الاهلي. طب انا عايز اختم معاك الحلقه بسؤال متعلق بالنتيجه مع وفاق سطيف، كم توقع يعني؟ ربنا يجعل وشك حلو على الاهلاويه وعليا. يعني اتوقع نتيجه؟ توقع يا باشا. يعني هو طبعا مباراه الذهاب هتكون في القاهره ومباراه العوده هتكون هناك في الجزائر، اتوقع ان شاء الله الاهلي يقدر يحقق هنا فوز ما يقلش عن فرق هدفين ان شاء الله، واتوقع ان الاهلي يحقق تعادل باذن الله في الجزائر. طب هدف كمان زياده في الجزائر يا اخي. يعني مش هتفرق كتير يا رب، بس الهدف يحصل ان الصعود يتم ويصعد الاهلي المباراه النهائيه اللي هي هتكون على فكره طبعا من مباراه واحده، مش اياب مش ذهاب واياب، هتبقى مباراه واحده بس. والاهلي اعتقد متمرس جدا جدا في البطوله بالشكل ده، وقدر يفوز ببطولتين ورا بعض بفكره ان هو بيلعب مباراه واحده في النهائي قدام الزمالك طبعا في النهائي الشهير، ومن بعديه قدام كايزر تشيفز. فاعتقد ان الاهلي دلوقتي خلاص اصبح هو بعد توديع الرجاء وبعد توديع الترجي وبعد توديع صن داونز، اصبح الاهلي هو المرشح رقم واحد للفوز بالبطوله. يا ميسر الحال، انا بشكرك جدا جدا جدا، ولعل الفوز يكون باذن الله من نصيب الاهلي في المباراه القادمه والتاهل للنهائي والفوز بالبطوله. الاهلي كمجرد العاده يا بختكم عقبالنا. على كل، اشكرك جدا 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 ناقدنا الرياضي اللامع محمد دعرائي. احنا ايه الحلقه كده خلصت، وهنترككم ايضا مع جانب اخر من القداس الالهي بعيد القيامه، احتفالا بالعيد القيامه المجيد. خليكم دايما معانا في التاسعه. Αλυσός ανέστη. Αλμασίς